حبيبي يا كابتن. طيب نخلي القعده لطيفه شويه. رزق، انت بتشجع مين؟ انا اهلي. انت اهلاوي؟ اهلاوي طبعا. لا في مصر. انا عبد الرحمن، انت بتشجع مين في مصر؟ انا بشجع المقاولين. المقاولين، شوف ده اسكى يعني، مش اسكى عشان انت لعبت اصلا في الاهلي، خلاص انت كده اهلاوي اهلاوي. طيب انا كمان اقصد بتشجع مين بره، يعني بتحب تتفرج على مين بره في اوروبا؟ بحب اتفرج طبعا على ريال مدريد. ريال مدريد. وانت جنب برشلونه؟ برشلونه. برشلونه طبعا. انتوا تخبطوا في بعض جامد. في العادي بقى في الحاجات اللي زي ديت، الايام مثلا اللي فيها ماتشات ريال مدريد وبرشلونه، بتبقوا تتفرجوا على مع بعض ولا؟ ايوه طبعا. احنا الكابتن شوقي بيعمل لنا معسكر يومين قبل الماتش، يعني مش يوم. فبنقعد القعده بصراحه بتبقى، المعسكر ده بيبقى يعني احنا اللمه اللي احنا فيها دي مساعدانا حتى في الملعب والله. لا قول لي بقى محمد، احكي لي الحاجات اللي ما عرفهاش الكابتن شوقي في المعسكر. لا ما انا بقول لك الميزه اللي موجوده. احكي لي بقى لما الكابتن شوقي ينام بيحصل ايه؟ بيدخل جوه اللائحه اصلا اللي كان بيتكلم ان احنا بنعسكر يومين وما بنعسكرش يوم واحد. فاحنا بصراحه اليومين دول، اول يوم ده بنقعده في النادي وتاني يوم بنعسكر بره النادي. فاحنا بصراحه اللمه اللي احنا فيها دي مساعدانا حتى في الملعب وقربانا كلنا من بعض. نقعد نتفرج بقى في ماتشات، بنقعد نتفرج، بنقعد مع بعض. تبقى الحياه حلوه بينا كده ولذيذه. لا مفيش والله الكلام. احنا بنقعد نتفرج على الماتشات، نقعد مع بعض نهزر. بس العلاقه، بس يعني هي علاقه بتخلي بتقربكم من بعض. قربنا من بعض، وده والله واصل في الملعب. اللعيبه كلها بتحب بعض، ويعني اول مره اشوفها في نادي بصراحه المجموعه دي بتحب بعض بالطريقه دي. يعني بالمناسبه عبد الرحمن، في لعيبه ما بتحبش المعسكرات، يقول لك لا يا عم انا عايز اروح على الماتش وخلاص. انت من اللعيبه ديت ولا من اللعيبه اللي بتحب المعسكرات؟ انا ما عنديش مشاكل في اي حاجه. ايه ليه؟ حاسس ان انا بغرمكم دلوقتي، انت جاي تغرمنا في الاخر ولا ايه؟ انا ما عنديش مشاكل في اي حاجه. يعني انا بعرف اتعامل في مع اي حاجه، يعني مع اي وضع. بس احنا موضوع فعلا اليومين ده، انت لما بيبقى الدوري مثلا كل اربع ايام ماتش ولا كل ثلاث ايام ماتش، بيبقى عندك اليومين دول بيريحوك قوي. يعني انت مثلا لو رحت قبل الماتش بيوم، انت ما تعرفش مثلا اليوم اللي يعني قبل الماتش بيومين ده بيبقى ممكن تخرج فيه، مش عارف ايه، تتعب نفسك بتاع. لكن انت بتبقى في النادي قاعد يعني مرتاح وكده. بيفرق معانا احنا كلاعبين، يعني فرق معانا احنا كلاعيبه كوره ان احنا حتى بنلعب الماتشات ورا بعض. حتى لو الشهر ده شفت لعبنا ماتشات كتير، الحمد لله لياقتنا البدنيه كانت في كل الماتشات عاليه جدا، وقدرنا ان احنا نكسب فيها يعني. طيب محمد، عايز اسالك على لعيب بعينه. انا عارف ان انت تحب تتكلم على كل زمايلك وكلهم لعيبه رائعه هذا الموسم، بس لعيب بعينه عشان هو عامل حتى كامباك في مستواه. يعني محمود ابو السعود عامل موسم رائع جدا. لا بصراحه كابتن محمود ابو السعود السنه دي من انا شايفه من احسن حراس مرمى في الدوري. صح. ممكن اقول لك احسن حارس مرمى فعلا في الدور الاول. صحيح. السنه دي فعلا عامل حاله مش طبيعيه بصراحه، واصل لمستوى كبير جدا. طبعا كابتن طارق سليمان مدرب كبير وعامل معاه شغل كبير بصراحه. كابتن طارق سليمان بيتعب مع الحراس بطريقه عالميه بصراحه. هايل والله العظيم. كابتن بيتمرن، بص محترم جدا، مجتهد جدا جدا في شغله. هايل. وموصل الحراس الثلاثه كمان، عندنا حسن والعربي وكابتن ابو السعود. بصراحه الثلاثه ما شاء الله يعني واصلين لمستويات كبيره جدا.